عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه تم إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، وأنه من المقرر صدور اللائحة في موعد أقصاه 22 من فبراير، وتتم حاليا مراجعة الوزارات المعنية بشأن تفاصيل اللائحة. وفي هذا السياق وجه الدكتور مصطفى مدبولي باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم. تابع رئيس مجلس الوزراء مستجدات الموقف التنفيذي لميكنة منظومة المرتبات عبر نظام البيرول. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أن المنظومة الإلكترونية لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات الاقتصاد القومي على مستوى الدولة تسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب ضريبة كسب العمل والتأمينات شهريا عبر نظام البيرول، حيث ترتكز على إنشاء منصة موحدة يتم من خلال لها احتساب الضرائب المستحقة على مرتبات ومستحقات العاملين في كل القطاعات إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري على نحو يسهم في تحقيق العدالة الضريبية. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات على مكاسب جماعية للمؤشرات مدعومة بعمليات شراء مكثفة على الأسهم في العديد من القطاعات خاصة البنوك والعقارات والاتصالات. ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 23 مليارا و700 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 1,968 مليار جنيه. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط الخام بعد وقت قصير من إعلان إدارة معلومات الطاقة عن زيادة المخزون بمقدار 5,500,000 برميل عن الأسبوع الماضي. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.57% لتصل إلى 79 دولار و4 سنتات للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 59% ليصل إلى 73 دولار و74 سنت للبرميل. كذلك ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.45% لتصل إلى $2.78 سنت للتر. هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.9% لتسجل نحو $1.09 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفع معدل العجز التجاري في الولايات المتحدة قليلا في ديسمبر الماضي، وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية بأن العجز التجاري ارتفع 0.5% إلى 62 مليار و200 مليون دولار مقابل 61 مليار و900 مليون دولار في شهر نوفمبر عام 2023. كانت البيانات الحكومية الأمريكية قد أشارت إلى انكماش العجز التجاري خلال العام الماضي بأكمله بنسبة 18.7% إلى 773 مليار و400 مليون دولار أو 2.8% في الناتج أو من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 3.7% في عام 2022.